هذا يسأل عن المرأة، هل يجوز لها الطيب؟ هل يجوز لها الطيب حتى بحضرة أبيها أو أخيها؟ المرأة يجوز لها الطيب في بيتها إذا ما تخرج به إلى الشارع، أما ما دامت في بيتها فلها أن تتطيب ولو عند محارمها، أما عند الخروج فلا يجوز لها أن تتطيب، لأن هذا سبب للفتنة، سبب للافتتان بها. ولكن المرأة تتطيب بالطيب الذي ليس له رائحة قوية نفاذة، وإنما تتطيب بطيب رائحته غير قوية، تتطيب بطيب غير رائحته غير قوية،